بيبدأ الفيلم مع واحد من الجنود وهو بيجري في الغابة ومعاه ولي عهد المملكة الطفل تانج، وبيحاول يهرب من مجموعة جنود عملوا انقلاب على شانج أبو تانج وخلصوا عليه، وبنعرف إنهم عاوزين ينهوا حياة تانج عشان يحكموا المدينة. وقتها الجنود بيبقوا على وشك إنهم يقبضوا على تانج والحارس بتاعه، وساعتها الحارس بيرمي تانج في الغابة عشان يحميه من الجنود وبيخلي الجنود تطرده هو، وبعد شوية الجنود بيضربوا أسهم على الحارس وبينهوا حياته. وبنشوف تانج وهو عايش في الغابة وبيشوفه تاجر عبيد شكله غريب اسمه جان، وبيمسكوا رجالته وبياخدوه معاهم، وبيحاول تانج إنه يهرب منهم بكل الطرق بس هم بيبقوا أقوى منه، وبيدخلوا الأوضة وبيرموا عليه دم عشان ينزلوه يتقاتل مع تمساح. وقتها تانج بيمسك حجر وبيضرب جان في عينه وبيجرحه. وفي الوقت ده بنشوف رئيس عصابة اسمه شاير وهو بيتفرج على اللي بيحصل وبيعجب جدا بشجاعة وقوة تانج، وبيتعصب جان بسبب الضربة وبيرمي تانج في حفرة. وفي اللحظة دي بيظهر تمساح عملاق وبيهجم على تانج وبيبقى على وشك انه يخلص عليه، لكن تانج بيفضل يقاوم التمساح بكل شجاعة، ولما بيحاول يخرج من الحفرة بيدوس شخص على ايده وبيوقعه تاني. وهنا شاير بيدي الإشارة لرجالته وبيأمرهم يخلصوا على جان وعصابته، وبنعرف إن شاير وجان بينهم عداوة قديمة، وبيفضلوا رجالة شاير يخلصوا على عصابة جان بكل قوة. وبيروح شاير لتانج وبيسلمه خنجر وبيطلب منه يخلص على التمساح علشان يشوف مدى قوته، وبينزل تانج تحت المية علشان ياخد الخنجر. وبيستغرب شاير لما تانج بيقعد فترة طويلة تحت المية وبيبقى فاكر إن التمساح أنهى حياته، وفجأة بيظهر التمساح من تحت المية والخنجر في جسمه. وفي اللحظة دي شاير بيقرر يتبنى تانج وبياخده معاه للقرية بتاعته. وبعد شوية بيتكلم مع الكاهن كلاي وبيطلب منه يشوف مصير تانج، وبيقرب كلاي منه وبيحط ايده عليه وبيعرفه انه هيبقى مقاتل شرس ومحدش هيقدر يهزمه. وبيفرح شاير جدا بكلامه وبيقعد يتكلم مع تانج وبيطلب منه ينضم للعصابة بتاعته ويبقى واحد من رجالته، وبيفهمه انه هيعلمه كل اساليب القتال، وبيأكد له انه لو عاوز يمشي هو مش هيقف في طريقه. وبيطلع تانج عشان يستكشف المدينة وبيتصدم لما بيشوف رجالة شاير وهي بتتدرب على القتال بالسيوف، وساعتها بيقرر ينضم لشاير علشان ياخد حق عائلته. وتاني يوم بيبدأ شاير يدربه على كل أنواع القتال ويعلمه ازاي يخلي السيف جزء من جسمه عشان يقدر يتحكم فيه بكل سهولة. ومع الوقت بنشوف تانج بعد ما تعلم القتال وبقى خبير في استخدام السيوف، ولما بيكبر أكتر بيتدرب مع الفيلة وبيبان انه بيعرف يتعامل معاهم وبيقدر يتحكم فيهم. وفي نفس اليوم بيكون تانج في حلبة قتال، وبنعرف انه لو هزم خصمه هيكون المساعد بتاع شاير، وبيقعد شاير يتفرج على القتال علشان يتأكد لو كان نجح في تعليم تانج. وبيبدأ القتال بين تانج وبين أفضل مقاتل في القرية، وبيقدر تانج يتفادى ضربة خصمه بحركة سريعة وبيحط سيفه على رقبته وبيهزمه. وبعدها بيدخل مقاتل تاني للحلبة وبنعرف انه خبير في الفنون القتالية وبيهجم على تانج وبيحاول يضربه، لكن تانج بيصد كل لكماته وبيتغلب عليه. وبيدخل أقوى مقاتل في المدينة وراه وبنعرف انه عمره ما تهزم في قتال، وبيحاول تانج يسدد له لكمات قوية بس المقاتل بيصدها، فبيستجمع تانج قوته وبينجح انه يمسك دراعه وبيخليه يستسلم. وفي الوقت ده شاير بيفرح جدا وبيتكلم معاه وبيطلب منه انه يدخل كهف معين في المدينة، وبيفهمه ان ده اخر اختبار ليه وانه لو عداه هيكون اقوى شخص في المدينة. وبينفذ تانج كلامه وبيدخل للكهف وبيلاقي ست لبسها مبهدل وقاعدة بتعيط، فبيروح وبيمدلها ايده عشان يساعدها، لكن فجأة بتهجم عليه الست وبتحاول تنهي حياته. وهنا بيظهر شاير وبيرميله خنجر وبيمسكه تانج وبيجرح الست في رقبتها وبينهي حياتها. وتاني يوم بيجتمع شاير برجالته واهل المدينة وبيعين تانج قائد للعصابة من بعده بسبب كفاءته وقوته في القتال، وبياخد تانج خنجر القائد وبيبقى مبسوط جدا وبيشكر شاير انه اهتم بيه من صغره ودربه على القتال. وبليل بيخرج تانج مع مجموعة من رجالته وبيهجموا على عصابة منافسة ليهم، وبيفضل تانج يسدد لهم ضربات قوية جدا وبيخلص على عدد كبير منهم ومحدش بيقدر يقف في طريقه. وساعتها بيشوف تمثال للإله بتاعه وبيفتكر لما وصل هو وأبوه شانج لقرية عشان يستخبوا من الجنود اللي عاملين انقلاب، وبيقرر شانج يسيبه مع كاهن القرية عشان يحميه ويكمل الحكم من بعده. وبعدها بيمشي شانج وبيسيبه في القرية، وهناك بيتقابل مع طفلة اسمها لان وبتحكي له إن أبوها وأمها فقدوا حياتهم وإن من وقتها وكاهن القرية بيهتم بيها. وبعد شوية بيتكلم تانج مع الكاهن وبيفهمه إنه عاوز يتعلم أساليب القتال واستخدام الأسلحة عشان يقدر يساعد بلده ويحميها من المجرمين اللي عاوزين يعملوا انقلاب على أبوه، وبيوعده الكاهن إنه يعلمه ويخليه أقوى مقاتل في المدينة. وفي الوقت ده بنشوف جان وهو بيحتجز مجموعة أطفال وبيبيعهم، وبتزعل أم طفل منهم وبتحاول تمنعه من احتجاز ابنها، وبيسدد لها جان ضربات قوية جدا، وفجأة في شخص بيرمي حجر على راسه
وبيتعصب جان على كل اللي موجودين وبيفضل يضرب فيهم وبيسألهم عن الشخص اللي رمى الحجر، وفعلا بيقدر يمسك الشخص اللي ضربه وبيفضل يشربه خمرة بالقوة وبيسخر منه. وهنا بنكتشف ان الشخص ده هو نفسه تانج، وبيسدد له تانج ضربات قوية وبيرميه بعيد، وبيدخلوا رجالة جان عشان يدافعوا عنه، بس تانج بيضربهم وبيسدد لهم ضربات قوية برجله وبيقضي عليهم. وبيتعصب جان جدا لانه هزم كل رجالته وبيهجم عليه، بس تانج بيضربه وبيهزمه. وهنا جان بيعتذر له وبيفهمه انه مش هيحتجز اطفال تاني، وبيطلب منه يسامحه ويديله فرصة تانية. وبيقرر تانج انه يرميه في حفرة التمساح، وبيتصدم جان لما بيعرف انه نفس الطفل اللي رماه التمساح زمان. وبيأمر تانج رجالته بانهم يحرروا كل الاشخاص اللي جان محتجزهم. وبيفتكر تانج لما كان بيودع علان وهو ماشي من القرية بعد ما شانج بعت له واحد من الجنود ينقله للمدينة ويرجعوا يعيشوا مع بعض. وبتزعل لين جدا ان تانج هيمشي، بس تانج بيوعدها انه هيشوفها تاني. وفي الطريق تانج بيكتشف ان الجندي اللي معاه خان ابوه وحاول يخلص عليه، وبيظهر حارس تانج وهو مصاب في الغابة وبيهجم على الجندي اللي خان شانج وبيوقعه على الارض. وبيهرب تانج بالحصان وبيشتبك الحارس مع الجندي الخاين، وبتدور بينهم معركة شرسة، وبيقدر الحارس انه ينهي حياته. وفي نفس الوقت قائد الانقلاب سيها بيرمي سهم على شانج وبيصيبه، ولما بتحاول أم تانج إنها تنقذ جوزها بيصيبها سيها بسهم بيخترق جسمها وبيخلص عليهم. وقتها تانج كان بيتفرج على كل اللي بيحصل وبينهار من الزعل عليهم. وفي اللحظة دي بيمسكوا الحارس وبياخدوا معاه قبل ما رجالة سيها يشوفوه، وفعلا رجالة سيها بيشوفوه وبيرميه الحارس في الغابة وبيتصب أسهم بتخترق جسمه وبيفقد حياته. وبالليل بيتكلم تانج مع شاير وبيطلب منه انه يسمح له يروح ياخد حق ابوه وامه، وبيوافق شاير وبيقول له ياخد حذره لان رجالة سيها عددهم كبير جدا، بس تانج بيكون واثق في قدراته وبيوعده انه هياخد حق عيلته وهيرجع له مرة تانية. وفي نفس اليوم سيها كان عامل حفلة في القصر بتاعه بعد ما بقى الملك، وبتكون لين في الحفلة وبنعرف انها بقت واحدة من الخدم بتوع سيها بعد ما سيطر على قريتها. وبعد شوية بيظهر تانج وهو متنكر في لبس واحد من الفرقة الاستعراضية، وفجأة بيرمي قنابل وبيفجر المكان وبيهجم على الملك وبيفضل يطعن فيه بآلة حادة وبيشيل القناع بتاعه. وبيتصدم سيها لما بيعرف انه ابن شانج، وقتها بيهجم مجموعة جنود على تانج وبيفضل يجرحهم بيه وبيخلص على كبير منهم وبيهرب من المكان. وتاني يوم بيرجع تانج للقرية وبيدور على شاير علشان يحكي له اللي حصل، وبيتفاجئ بشخص لابس قناع قدامه وبتقوم بينهم حرب شرسة بالسيوف، وبيبان ان الشخص ده مدرب على اعلى مستويات القتال، لكن تانج بيجرحه بالسيف وبيخليه ينزف. وقتها بيدخلوا رجالته عشان ينهوا حياته، وبيفضل تانج يسدد لهم ضربات قوية وبيقضي على عدد كبير منهم. وبيدور على الشخص المقنع وبيشوفه واقف على بيت وبيروح له، وفجأة بيهجم عليه اتنين من اشرس المقاتلين، بس تانج بيصد كل ضرباتهم وبينهي حياتهم. وهنا بيتدخل الشخص المقنع وبيقدر يجرح تانج بالسيف وبيوقعه من مكان عالي، وبيظهر شخص تاني قدام تانج وبيسدد له ضربة وبيوقعه على الارض، وبيكون تانج مصاب وحالته حرجة. وبيتصدم لما بيشوف مجموعة من المقاتلين محاصرينه، فبيستجمع قوته وبيرفض يستسلم، وبيمسك خشبة وبيفضل يضرب فيهم بكل شجاعة، وبيروح ياخد سيفه وبيجرحهم بيه. ولما بيحس تانج ان عددهم كبير وهيخلصوا عليه بيصرخ بصوت عالي، وفجأة بيوصل فيه العملاق وبيساعد تانج انه يخلص عليهم. وهنا بيظهر شخص شكله غريب على ظهر الفيل وبيبان انه بيستخدم السحر عشان يزود قوته، وبيفضل يضرب تانج وبيوقعه على الارض. وفي اللحظة دي بيحصروه جنود سيها، وبيتصدم تانج لما بيعرف ان سيها لسه عايش لانه كان لابس درع واقي. وبيأمر سيها الشخص المقنع بانه يخلص على تانج، وبيتفاجئ تانج لما الشخص المقنع بيشيل قناعه وبيعرف انه شاير، وبيتصدم لما بيتأكد انه هو اللي خلص على ابوه زمان وانه بيشتغل مع سيها وبينفذ له عملياته المشبوهة. وبيهجم تانج على شاير وبتدور بينهم حرب شرسة بالسيوف، بس شاير بيكون اقوى منه وبيوقعه على الارض وبيبقى على وشك انه ينهي حياته. وفي اللحظة دي بيشوف تانج دموع في عين شاير وبيعرف ان سيها اجبره يخلص على ابوه زمان، وان شاير كان بيربي تانج وبيعلمه القتال لانه كان حاسس بالذنب تجاهه. وهنا شاير بيكسر سيف تانج وبيصيب نفسه بالسيف وبيفقد حياته، وبينهار تانج من الزعل عليه. وساعتها سيها بيؤمر رجالته انهم يحتجزوا تانج،
وبعد كم يوم بنشوف تينج وهو محتجز في قصر سيها، وبنعرف ان سيها قرر يأذيه ب13 عقاب لحد ما يفقد حياته، وبيمسكوه الجنود من السلاسل المربوط بيها وبيفضلوا يضربوه بالخشب على جسمه بكل قوة، وبيفضل تينج يتألم وينزف وبيكون على وشك انه يقع على الارض ويفقد الوعي، بس الحراس بيمسكوه وبيضربوه تاني. وهنا سيها بيأمرهم يخلصوا عليه، وبيبص تينج في عينه وبيرفض انه يستسلم، وبيهجم على الجنود وبيفضل يضرب فيهم بالسلاسل، ورغم اصابته وجروحه اللي بتنزف لكن قرر يقاتل لاخر نفس، وبيستخدم مهارته في الفنون القتالية وبيسدد لكمات قوية جدا للجنود، وبياخد خشبة من واحد فيهم وبيضرب بيها الجنود بكل قوته وبيوقعهم على الارض، بس بيبقى عدد الجنود كبير جدا وكل شوية بيزيد، وبيقدروا يسددوا له ضربة بتوقعه على الأرض وبيقبضوا عليه. وفي نفس الوقت بنشوف القرية اللي تانج كان عايش فيها زمان، وبنعرف ان في عدد كبير من أهل القرية اتصاب بلعنة وان الكاهن قرر يعالجهم. وبالليل كانوا الجنود لسه بيضربوا تانج وبيسددوا له ضربات قوية بتفقده الوعي، وساعتها تينج بيفتكر كل اللي حصل معاه وان شاير خانه وكان بيشتغل مع سيها، وبيفتكر كمان الاسويرة اللي اداها هدية لان قبل ما يمشي من القرية. وساعتها بنشوف الساحر اللي دخل في قتال مع تينج وهو بيعمل طقوس وبيبعت ارواح شريرة لجسم الكاهن علشان تأذيه، وفعلا بتدخل الارواح لجسم الكاهن، بس الكاهن بيكون عارف الطقوس اللي بتبعد الارواح عنه وبيقدر يطردها. وتاني يوم بيحلق الكاهن شعره وبيروح يقدمه للاله بتاعه وبيشكره لانه ساعده واداله القوة انه يبعد الارواح عنه. وفي نفس اليوم سيها بيتخيل شخص بيتكلم معاه وبيبان انه مصاب بلعنة، وبيفتكر لما كاهن القرية قرر يعلن شانج حاكم للمدينة، وساعتها حط له سم في المشروب بتاعه، وقبل ما الكاهن يفقد حياته قرأ تعويذة على سيها واصابه بلعنة، وقتها بينزل دم من رأس سيها وبيترعب لما بيشوفه، وفجأة بيحس ان المكان بيتدمر وبيخاف جدا وبيكون فاكر ان دي نهايته، لان الكاهن قال له ان نهايته هتكون حزينة قبل ما يفقد حياته، وبيتصدم لما بيشوف الجنود بتاعته واقعين على الأرض وفقدين حياتهم. وفجأة بيصحى سيها من النوم وبيتأكد ان كل اللي شافه مجرد تخيلات بسبب اللعنة. وبعدها بنشوف مجموعة من المتمردين وهم بيهجموا على قصر سيها وعاوزين يخلصوا عليه، وفجأة بيظهر الساحر وبيساعد الجنود وبيسدد لهم ضربات قوية جدا، وبيفضل يخلص على المتمردين من غير رحمة، وبيرمي سيفه على شخص منهم وبينهي حياته. ووقتها بيشكروا سيها وبيعرض عليه انه ينضم ليه، لكن الساحر بيرفض، فبيسلموا سيها ذهب لانه قرر يساعده وينقذ حياته، بس الساحر بيرفض وبيسأله عن الخيالات والكوابيس اللي بتجيله، وبيتصدم سيها لما بيسمع كلامه وبيستغرب هو ازاي عرف. وهنا بيسخر الساحر منه وبيفهمه انه الوحيد اللي يقدر يعالجه ويبعد اللعنة عنه. وتاني يوم الجنود بتاخد تينج لساحة القصر عشان يخلصوا عليه قدام الناس كلها، وبيكون تينج على وشك انه يفقد حياته، وفجأة بيوصل شخص على حصان وبيسلم رسالة لسيها من الملك وبيطلب منه يفرج عن تانج، فبيتضايق سيها جدا لكن بينفذ كلام الملك من غير ما يعترض وبيفرج عنه. وبعد ما الرسول بياخد تانج بيقعد سيها يتكلم مع المساعدين بتوعه، وبيكون مستغرب ازاي الملك عرف انه محتجز شخص وبيأذيه، وبيتأكد ان في شخص في القصر خانه. وهنا في شخص منهم بيعرفه انه بعت مجموعة من رجالته علشان يخلصوا على تانج في الطريق، وفجأة بيتصاب سيها بلعنة وبيتخيل ان المساعدين بتوعه بيسخروا منه وعاوزين ينهوا حياته، فبياخد سيف وبيخلص على واحد منهم، وبيتصدم لما بيفوق وبيعرف انه خلص على المساعد بتاعه من غير ذنب. وبيوصل الرسول لقرية الكاهن ومعاه تانج وهو بينزف، وبيطلب منهم يساعدوه، وبتتصدم لان لما بتكشف الغطا وبتشوفه، وفي اللحظة دي بتترمي قنابل في المكان وبيهجم جنود سيها على القرية وبيخلصوا على اي حد في طريقهم. وبتحاول لان تساعد تانج وتهربوا من المكان، بس مش بتقدر بسبب عدد الجنود، وساعتها الجنود بيستخدموا ادوات حادة وبيجرحوا بيها اهل القرية، وبيدخل رسول الملك في قتال معاهم وبيستخدم سيفه وبيخلص على عدد كبير منهم، لكن بيظهر شخص قدامه وبيطعنه وبينهي حياته. وبالليل الكاهن بيعالج تانج، وبتكون لين خايفة عليه جدا لان حالته حرجة، وبيطمنها الكاهن وبيفهمها انه هيعيش. وتاني يوم بيتجمع اهل القرية وبيفضلوا يصلوا ويدعوا لتانج انه يعيش، وبيقدموا للاله بتاعهم حاجات قيمة عشان يشفيه ويرجعه للحياة. وفي الوقت ده سيها كان بيعاني وبيتألم من الخرافات اللي بتجيله، وبيبان ان تأثير اللعنة بيزيد. وبعد كام يوم بيفوق تانج وبيفرح اهل القرية انه بخير، بس تانج بيكون زعلان جدا بسبب الاصابة اللي في ايده ورجله لانها بتمنعه يتحرك، وبتقعد لين تواسيه وبتعرفه ان مع الوقت هيرجع طبيعي وهيستعيد قوته. ولما بتساعده علشان يقف بيتعصب تينج عليها وبيفهمها انه مش محتاج مساعدة من حد، وبيطلب منها تمشي،
وفي نفس اليوم بيسند تانج على العصاية وبيروح للإله بتاعه وبيفضل يصلي عشان يساعده انه يستعيد قوته وياخد حق أبوه. وقتها بيحس باليأس وان الإله مجرد تمثال ومش هيساعده، وبيروح لجبل عالي وبيقرر يرمي نفسه من عليه. وفجأة بيظهر جنبه شخص مجنون من القرية وبيكون عاوز يقلده ويرمي نفسه زيه، وبيسخر منه الشخص المجنون لأنه بيعيط وبيروح عشان ينط، بس بيرجع في كلامه على آخر لحظة وبيبقى شايف إنه تصرف متهور وإنه ممكن يعيش حياته في سعادة، بس تنج مش بيهتم بكلامه. وقتها الكاهن بيتكلم معاه وبيعرفه إن الشخص المجنون أذكى منه، فبيفهمه تنج إن حياته اتدمرت لما معرفش ياخد حق أبوه وإنه ما يستحقش يعيش. وبيفضل الكاهن يشجعه وبيقنعه يرجع في قراره وما ينهيش حياته، وبيطلب منه يمارس التأمل عشان يزيد قوته. وبيسحب تانج للمعبد وبيفضل يصلي وبيفتكر لما جنود سيها خلصوا على أبوه قدام عينيه وما قدرش يساعده، وبيفتكر كمان لما كان بيتدرب على أساليب القتال، وساعتها بيرفض يستسلم وبيقرر ياخد حقه من سيها وينهي حياته. وبعد فترة بنشوف تانج وهو بيتدرب وبيحاول يستعيد قوته البدنية وبينجح انه يقف على رجله من غير ما يستخدم عصاية. وتاني يوم الشخص المجنون بيتكلم معاه وبيفهمه ان في بنت عاوزة تقابله، وبنعرف ان تانج عايش مع الشخص المجنون في الجبل بعد ما شاف انه شجاع وذكي. وساعتها تانج بيتفاجئ بلان قدامه وبيفرح جدا لما بيشوفها وبيبان انه معجب بيها. وساعتها سيها كان مع الجنود بتوعه في الغابة، وبنعرف انه عاوز يقابل الساحر عشان يخليه يعالجه بأي تمن، وبيبان ان سيها مريض جدا. وقتها بيتكلم الساحر مع سيها وبيطلب منه يدخل للكهف بتاعه، وبيترعب سيها لما بيدخل وبيشوف شكل المكان. وفي اللحظة دي بيقرأ الساحر تعويذة على سيها بتخليه يتألم، وبيطلب منه انه يسلمه الحكم وكل فلوسه، وهنا بيتعصب سيها وبياخد سيف في المكان وبيطعنه بيه، وبيتفاجئ ان الساحر ما تأثرش بالطعنة وبيسخر منه الساحر وبيرميه برا الكهف. وبيضايق سيها جدا وبيأمر رجالته يهجموا عليه وينهوا حياته. وأول ما الجنود بيقربوا من الكهف بيظهر الساحر وبيسدد لهم ضربات قوية جدا، وبيفضل يخلص عليهم من غير رحمة ومحدش بيقدر يقرب له بسبب السحر اللي بيستخدمه. وبيحاول مجموعة من الجنود انهم يصيبوه بالرمح، لكن الساحر بيتفادى كل ضرباتهم وبينهي حياتهم. وبيمسك سيها السهم بتاعه وبيحاول يصيبه بيه، وبيسخر منه الساحر وبيهجم عليه وبيقطع راسه. ومع الوقت بنشوف الساحر بعد ما استولى على الحكم وبقى حاكم المدينة، وبيكون الجنود كلهم خايفين منه بسبب السحر بتاعه وانه ممكن يأذيهم، ومحدش بيقدر يعترض طريقه او يمنعه يحكم المدينة. وفي نفس الوقت تانج كان بيتدرب في الغابة وفجأة بيحصروه مجموعة جنود وبيكون عاوزين يقبضوا عليه، فبيستخدم تانج خبرته في الفنون القتالية وبيسدد لهم لكمات قوية جدا بتخليهم ينزفوا، وبيهجم قائد الجنود عليه وبيحاول ينهي حياته، بس تانج بيبقى أقوى منه وبيسدد له لكمة بتوقعه على الأرض. وبيقوم القائد مرة تانية وبيكون على وشك انه يخلص عليه، وهنا الشخص المجنون بيمسك حبله وبيوقع قائد الجنود على الأرض وبيفقدوا الوعي. وبيقلق تانج جدا على لان وبيروح يطمن عليها، وبيترعب لما بيشوف الجثث حواليه في كل مكان والقرية متدمرة، وبيروح يدور على لين. وفجأة بيهجم جندي عليه وبيحاول يصيبه برمح، وبيسدد له تنج ضربة واحدة بتفقده الوعي، وبيظهر قدامه مجموعة جنود وبيستخدموا أدوات حادة وبيحاولوا يجرحوه، بس تنج بيتفادى كل ضرباتهم وبيقضي عليهم. وفي نفس اليوم الكاهن بيتكلم مع تانج وبيسلمه العصاية بتاعته وبيفهمه انها هتزود قوته، وبيطلب منه ياخد حق اهل القرية ويهجم على الساحر ويخلص العالم من شره. وبعدها بنشوف الجنود وهم محتجزين اشخاص وبيشغلوهم في القصر وبيأذوهم، وبيبقى من ضمنهم لان، وبيروح مجموعة جنود وبيخلصوا على فيل وبياخدوا الدم بتاعه عشان الساحر يشربه. وفي اللحظة دي بيظهر تانج وبيطلب من الساحر يستسلم، وبيسخر الساحر منه وبيفرح جدا ان تانج جه لمكانه عشان يقدر يخلص عليه بسهولة، وبيستخدم قوته وبيخلي المكان ضلمة، وبيترعب كل الموجودين لما بيشوفوا سحره. وهنا الساحر بيأمر جنوده انهم يجيبوا له لان، وبينهي حياتها قدام تانج، وبينهار تانج من الزعل عليها وبيهجم على الجنود بكل شجاعة وبيفضل يخلص عليهم، وبيسدد لهم ضربات قوية جدا بتخليهم ينزفوا، وبتحصروا مجموعة جنود راكبين على فيلة وبيحاولوا ينهوا حياته، لكن تانج بيقدر يسيطر على الفيلة وبيطلع عليهم وبيخلص على الجنود بكل قوة. ورغم ان عدد الجنود كبير جدا، لكن تانج بيرفض يستسلم وبيستخدم رمح وبيطعن به الجنود بكل شجاعة وبيقضي عليهم. وفي الوقت ده الساحر بيرمي رمح بيخترق جسم تانج، وفجأة تانج بيفتح عينه وبنكتشف انها كانت تخيلات وان الاله بتاعه ساعده انه يشوف مصيره لو اتصرف بتهور. وبيشوف لان قدامه وبيفرح جدا انها لسه عايشة، وفي اللحظة دي بتيجي عاصفة برق وبتصيب الساحر وبتفقد الجنود الوعي.
وبعد شوية بيفوق الساحر وبيشوف جنوده وهم فاقدين الوعي وبيتضايق جدا وبيحاول يستخدم تعويذة عشان يستعيد قوته بس مش بيقدر وبيفقد قوته كلها. وساعتها بيظهر تانج قدامه وبيدخل معاه في قتال حاد جدا وبيتفادى كل ضرباته وبيسدد له لكمات سريعة جدا وبيوقعه في بركة مية موجودة في القصر وبيكمل قتال معاه وبيسدد له ضربة وبيرميه بعيد وبيقوم الساحر وبياخد رمح وبيحاول يصيب تانج لكن تانج بيمسك الرمح على آخر لحظة قبل ما يصيبه وبيرفع الساحر بإيد واحدة وبيرميه من مكان عالي وبيقع الساحر على الأرض وبيفقد حياته. وتاني يوم بيرجع تانج للقرية بعد ما بيحرر كل الأسرى اللي الساحر كان محتجزهم وبيروح للإله بتاعه وبيشكره إنه ساعده وأنقذ حياته أكتر من مرة وبيعيش مع حبيبته لين في سعادة. ومع الوقت بنشوف تانج هو بيتنافس مع شباب القرية على اللي يقدر يتسلق الشجرة ويجيب الراية وبيقدر تانج إنه يطلع للشجرة بأقصى سرعة وبيمسك الراية وبينزل بيها قدام أهل القرية كلهم وبيفرحوا بيه وبيشجعوه. وبعدها أهل القرية بيعملوا طقوس دينية وبيقدموا لبس للإله بتاعهم أونج باك كنوع من أنواع الشكر. وفي نفس الوقت بيوصل شخص للمدينة اسمه دون وبنعرف إنه شغال مع زعيم عصابة وجاي يشتري تميمة أثرية من واحد من القرية بس صاحب التميمة بيرفض يبيعها بأي سعر لأنها رمز ديني بالنسبة له فبيسيب له دون عنوانه عشان لو فكر يبيعها وبيمشي. وبالليل بيفضل تانج يتدرب على فن من الفنون القتالية اسمه المواي تاي علشان يبقى قوي أكثر. وقتها بيشوف المعلم بتاعه وبيطلب منه ما يستخدمش المواي تاي ابدا في القتال وبيستغرب تانج جدا لكن بيوافق من غير حتى ما يسأل. وبعد ما بيمشي المعلم بيتكلم عم تانج معاه وبيفهمه ان المعلم زمان استخدم اسلوب المواي تاي في قتال وخلص على خصمه وبيعرفه انه ندم بعدها وقرر يبقى كاهن في القرية. وساعتها تانج بيعرف انه ممكن يأذي حد وبيقرر يسمع كلام المعلم. وبالليل دون بيسرق رأس الإله أونج باك وبيشوفه عم تانج وبيفضل يصرخ وبيضربه دون بالخشبة على رأسه وبيفقد الوعي وبياخد رأس التمثال وبيهرب من المكان. وتاني يوم أهل القرية بيعرفوا اللي حصل وبيبقوا فاكرين إن سرقة رأس الإله هتسبب الهلاك والدمار للقرية وبيقرروا إنهم يرجعوها بأي تمن. وبيتكلم صاحب التميمة وبيعرفهم إنه معاه عنوان دون وبيتطوع تانج إنه يسافر ويجيب رأس التمثال ويرجعها للقرية. وبيتكلم المعلم معاه وبيديله عشب معين يستخدمه على أي جرح يتصاب بيه وباقي أهل القرية بيلموا الفلوس والحاجة القيمة اللي معاهم وبيسلموها لتانج علشان يقدر يسافر. وبيديله صاحب التميمة جواب لابنه هاملي وعنوانه وبيطلب منه يروح له أول ما يوصل للمدينة عشان يساعده يلاقي دون وبيودعهم تانج وبيمشي. وبالليل بنشوف هاملي وهو بيسابق طفلة صغيرة وبيكسبها وبنعرف ان هاملي عايش حياته على القمار والرهانات وانه مديون لناس كتيرة جدا. وساعتها زعيم العصابة جيم بيتضايق ان هاملي كسب السباق لانه كان مراهن على الطفلة الصغيرة وبيكتشف بعدها ان هاملي خدعه وانه متفق مع الطفلة علشان يكسبها ويقسموا فلوس الرهان بينهم وان الطفلة في الاساس تبقى صديقة هاملي واسمها مواي وبتتكلم مواي مع هاملي وبتتعصب عليه بسبب ان جيم ورجالته ضربوه وخدوا منه الفلوس اللي كانت معاه. وهنا بيوصل تانج وبيسلم على هاملي وبيعرفه بنفسه بس هاملي بينكر انه يعرفه وبيبقى عاوز يتخلص منه باي طريقة. وقتها بتقع فلوس تانج على الارض وبيشوفها هاملي وبيقرر يسرقه وبياخده لبيته وبيستنى لحد ما تانج بيدخل للحمام وبياخد الفلوس وبيمشي. وبعد شوية بيوصل هاملي لصالة قتال غير شرعي وبيراهن بكل الفلوس على مقاتل وبنشوف زعيم عصابة اسمه فونج وهو قاعد يراهن مع رجل أعمال صيني على المقاتلين. وبيوصل دون وبنكتشف انه بيشتغل مع فونج في سرقة الآثار وبيتكلم معاه وبيعرفه ان صاحب التميمة الأثرية رفض يبيعها وبيوري له راس التمثال وبيفهمه انه تمثال مهم جدا عند أهل القرية. وبيتعصب فونج عليه وبيعرفه انها قطعة من الحجارة ملهاش أي قيمة. ولما بيخرج تانج من الحمام وبيكتشف سرقة هاملي بيفضل يدور عليه لحد ما بيشوف الموتوسيكل بتاعه قدام صالة القتال وبيدخل للمكان وبيشوفه قدامه وبيسأله عن الفلوس بتاعته وبيشاور له هاملي على شباك الرهانات. وبيتصدم تانج لما بيعرف انه راهن بكل الفلوس وبيزعل جدا. وفي طريق خروجه من الصالة الناس اللي موجودين بيفتكروا انه عاوز يقاتل وبيتكلم تانج مع الحكم وبيفهمه انه عايز فلوسه وبيعرفوا الحكم ان الطريقة الوحيدة عشان يرجع الفلوس هي انه يكسب القتال. وساعتها فونج بيراهن ضد تانج وبيكون فاكر انه شخص ضعيف لكن اول ما بيبدأ القتال بيسدد تانج ضربة واحدة للخصم وبيهزمه بسهولة وبيرفض ياخد مكافأة القتال وبياخد فلوسه بس وبيمشي. وبيروح هاملي وراه وبيكون مبسوط جدا بقوة تانج وبيطلب منه يقاتل عشانه كم مرة لكن تانج بيرفض وبيطلب منه يوديه العنوان دون وبيعرفه هاملي انه هيساعده يوصل لدون بعد ما يكسب فلوس من وراه في القتالات بس تانج بيسيبه وبيمشي.
وبالليل هاملي بيقرأ رسالة أبوه بيتضايق جدا وبيرميها على الأرض، وده لأن أبوه عاوزه يساعد تانج ويدور معاه على دون ويرجع رأس الإله بتاعهم. وتاني يوم بيروح هاملي لحانا عشان يلعب قمار، وبتقعد مواي تلعب معاه وبيكونوا متفقين مع بعض، وبيفضل هاملي يخليها تكسب. ووقتها بيلاحظ شخص إنها بتخدعهم وبتغش في اللعب، وبيروح هاملي وبيمشيها من المكان قبل ما حد يكشفها، وبعدها بيقفوا يقسموا الفلوس اللي كسبوها. وفجأة بيظهر جيم ورجالته وبياخد الفلوس اللي معاهم وبيضرب هاملي لأنه خدعه قبل كده. وفي الوقت ده تانج كان في المكان وبيشوف اللي بيحصل ومش بيرضى يتدخل ويدافع عنه، لحد ما بيشوف جيم وبيهجم على مواي، وبيروح وبيسدد له لكمات قوية جدا هو ورجالته وبيوقعهم على الأرض. وبيتعصب جيم وبيطلع يجري، وبعد شوية بيرجع ومعاه عدد كبير من رجالته وبيجري تانج وهاملي، وبيكون تانج سريع جدا وبيقدر يهرب. وساعتها جيم ورجالته بيحاصروا هاملي وبيكونوا على وشك انهم يمسكوه، لكن في اخر لحظة هاملي بيعرف تانج انه هيساعده يوصل لدون، فبينقذوا تانج وبيهربوا من المكان. وبالليل بيوصل هاملي لصالة قتال وبيتكلم مع تانج وبيعرفه ان دون كان بيبيع ممنوعات في المكان، وبيروح تانج يدور عليه. ووقتها بيشوفه باج دراع فونج اليمين، وبيعرف فونج ان تانج اللي خسره الرهان ظهر في الصالة، وبيقرر فونج انه يراهن مرة تانية مع رجل الاعمال الصيني على خسارة تانج. وبيفضل مقاتل في المكان يسخر من تانج ويستفزه عشان يتقاتل معاه، لكن تانج مش بيهتم بكلامه وبيروح يدور على دون. وساعتها بيمسك المقاتل بنت في المكان وبيضربها، وبيشوفه صديقها وبيروح يدافع عنها، لكن المقاتل بيضربه بكل قوة وبيكون على وشك انه ينهي حياته. وبيضطر تانج يدافع عنه وبيهجم على المقاتل وبيسدد له ضربة برجله بتوقعه على الارض. ولما بيحاول يخرج من الحلبة بيتفاجئ بمقاتل تاني قدامه، وبيجبروه كل الموجودين انه يكمل قتال معاه، وبيسدد له خصمه ضربات سريعة جدا، لكن تانج بيقدر يتفاداها وبيستخدم مهاراته في اسلوب المواي تاي، وبيهجم عليه وبيضربه ضربة قوية في صدره بتوقعه على الارض وبتفقده الوعي. وقتها بيدخل مقاتل تاني للحلبة لقبه الكلب المجنون، وبيترعبوا كل الموجودين لما بيشوفوه، وبنعرف ان اسلوبه في القتال شرس جدا وانه عمره ما خسر مباراة. وبيبدأ القتال بينهم، وبيمسك المقاتل الكراسي اللي في المكان وبيضرب بيها تانج، لكن تانج بيتفادى ضرباته. وساعتها المقاتل بيحس انه هيتهزم وبيروح يحتجز مواي، وبيهجم تانج عليه وبيقدر يحرر مواي، وبيسدد له ضربة قوية بتكسر بيه باب أوضة فانج. وبيتعصب فانج جدا لما بيشوف المقاتل بتاعه واقع على الأرض، وبيسلمه آلة حادة وبيطلب منه ينهي حياته، بس تانج بيضربه وبيرميه من شباك الأوضة وبيفقده الوعي. وبيتفاجئ كل الموجودين من قوة تانج، وبيفضلوا يشجعوه ويرموا عليه فلوس. وهنا تانج بيشوف دون قدامه وبيروح وراه، لكن دون بيقدر يهرب. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة للمكان وبيمشي تانج قبل ما يقبضوا عليه. وفي الوقت ده بيوصل دون لمينا وبيتكلم مع فونج، وبنعرف انهم بيسرقوا الآثار وبيخبوها تحت المية عشان الشرطة ما تقدرش تلاقيها، وبيقعدوا يتفقوا على شحنة ممنوعات جديدة. وبعدها بيرجع هاملي للبيت، وبيرفض صاحب البيت يدخله بسبب انه ما دفعش الإيجار من 3 شهور، فبيطلع تانج فلوس وبيدفع مكانه. وبعد شوية بيروح هاملي يقرأ الرسالة، وبيبان انه مفتقد ابوه جدا، وبنعرف ان هاملي ساب القرية لان ابوه كان عاوزه يبقى كاهن لكن هو رفض ومشي. وتاني يوم تانج وهاملي بيقتحموا بيت دون، بس دون بيقدر يهرب من المكان، وبيركب تانج توك توك مع هاملي وبيطردوه. وبنشوف رجال الدون وهم بيجروا ورا هاملي وعاوزين يخلصوا عليهم، وبينجح تانج انه يمسك في التوك توك بتاع دون، وبينط دون بالتوك توك من مكان عالي في المية، وبيحاول تانج انه يمسكه لكن هو بيقدر يهرب منه. وقتها تانج بيتصدم لما بيشوف تماثيل كبيرة من التراث التايلاندي تحت المية، وبيفضل يدور على رأس الإله بتاعته بس مش بيلاقيه، فبيطلع من المية وبيبلغ الشرطة عن الآثار المسروقة، وبتوصل الشرطة للمكان وبيطلعوا كل التماثيل وبياخدوها. وفي الوقت ده فونج بيتضايق جدا لما بيعرف ان دون هو السبب في ان تانج يكتشف مكان التماثيل، وبيأمر رجالته يضربوه، وبيبعت مجموعة من رجالته يحتجزوا هاملي ومواي. وبعد شوية بيتكلم مع هاملي وبيعرض عليه مبلغ كبير جدا في مقابل انه يقنع تانج بقتال مع واحد من رجالته ويخسر فيه، وبيوعده انه هيديله راس التمثال بتاع قريته. وفي نفس اليوم هاملي بيحكي لتانج على اللي حصل، وبيفهمه ان فونج محتجز مواي ومش هيحررها غير لما يدخل القتال ويخسر نفسه، وبيتضايق تانج جدا بس بيوافق عشان ينقذ مواي ويرجع راس التمثال. وتاني يوم فونج بيقعد مع رجل الاعمال الصيني عشان يتراهن معاه ضد تانج،
وبنشوف باج وهو بياخد منشطات عشان تزود قوته ويقدر يهزم تانج، وبيبدأ القتال وبيكون باج قوي جدا ومش بيتأثر بضربات تانج، وبيهجم عليه وبيسدد له لكمات قوية جدا، وساعتها تانج مش بيصد ضرباته عشان فونج يكسب الرهان. وبعد ما باج بيكسب القتال بيتكلم واحد من رجالة فونج مع تانج وهاملي وبياخدهم لمكان العصابة عشان يسلمهم واي وراس التمثال، وبيكتشف تانج ان فونج خدعه وعمل لهم فخ ومش هيديله راس التمثال، وبيفضل فونج يسخر من الاله بتاعه وبيفهمه انه دمر له شغله وبلغ الشرطة عن مكان التماثيل، وبيطلب من رجالته يخلصوا عليهم وبيمشي من المكان. وساعتها تانج بيهجم على واحد من العصابة وبيسدد له ضربات قوية جدا وبيفقده الوعي، وفي اللحظة دي بيشوفوه باقي رجالة فانج وبيفضلوا يضربوا عليه نار وبيفجروا المكان وبيفرحوا جدا انهم خلصوا عليهم. وفجأة بيخرج تانج من وسط النار ورجله مولعة وبيشتبك مع واحد من العصابة وبيقضي عليه وبيسدد ضربة لدون وبيوقعه على الأرض، وبيعرف منه مكان فانج وبياخد موتوسيكل عشان يروح له، وبيصمم هاملي انه يروح معاه عشان يساعد القرية بتاعته. وفي نفس اليوم بيوصل تانج الجبل كبير وبيلاحظ ان في كهف رجالة فونج بتحرسه، وبيهجم تانج على الحراس وبيسدد لهم ضربات قوية جدا، وبيدخل للكهف وبياخد خشبة وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيقدر يقف في طريقه لحد ما بيقضي عليهم. وبيتفاجئ بتمثال اكبر للاله بتاعه، وبيشوف رجالة فونج بيحاولوا يسرقوا راسه، وبيسخر منه فونج لانه بيخاطر بحياته عشان تمثال صغير، فبيهجم تانج على مجموعة من العصابة وبيقدر يهزمهم بكل سهولة. وفجأة بيهجم عليه شخص وبيحاول ينهي حياته بآلة حادة، بس هاملي بيتدخل على آخر لحظة وبيتقاتل معاه وبيضربه فرد العصابة، وبيكون على وشك انه ينهي حياته، بس تانج بينقذه وبيخلص على فرد العصابة وبيروح يطمن على هاملي، وبيتكلم هاملي معاه وبيطلب منه يسيبه ويرجع راس التمثال. وهنا تانج بيتعاطى العشب اللي المعلم اداهوله عشان يزيد قوته ويسكن جروحه، وبيهجم باج عليه وبيدخل معاه في قتال، وساعتها تانج بيسدد له ضربات قوية جدا بتخليه ينزف، وبيبان ان قوته زادت اكتر من الاول، وبيتعصب باج وبيحقن نفسه بمنشطات عشان يقدر يواجهه، وفعلا بيهجم على تانج وبيضربه بكل قوته وبيحاول ينهي حياته. ووقتها بيبص على الاله بتاعه وبيستجمع قوته وبيسدد لباج لكمات سريعة جدا بتوقعه على الارض، وفي اللحظة دي فونج بيطلع مسدسه وبيصيب تانج بطلقة في كتفه، وبيظهر هاملي قدامه وبيضربه بخشبة وبيوقعه على الارض وبياخد راس التمثال. وفجأة بيقوم باج وبيضرب هاملي وبيمنعه من انه ياخد التمثال، وبيتحمل تانج الالم وبيهجم على باج وبيضربه وبيخلص عليه، وبيكون تانج مش قادر يتحرك من الالم، وبيشوف فانج وهو بيمسك مطرقة وعلى وشك انه يكسر راس التمثال، وفجأة بينط هاملي على الراس وبياخد الضربات على جسمه مكانها، وفي الوقت ده بتتكسر راس التمثال الكبير وبتقع على فانج وبتخلص عليه. وبيروح تانج يطمن على هاملي وبيتكلم هاملي معاه وبيطلب منه يعرف ابوه انه بيحب القرية، وبتكون حالة هاملي حرجة جدا وبيفارق الحياة وبيزعل تانج عليه. وتاني يوم بيرجع تانج للقرية مع مواي، وبيفرح اهل القرية لما بيشوفوا راس الاله بتاعهم، وبيفضلوا يحتفلوا بتانج وبيعينوه كاهن للقرية. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، ويا ريت كل مريخي عايش معانا على الكوكب يكتب في الكومنتات اسم الفيلم او المسلسل اللي حابب نلخصه علشانه الفترة اللي جاية، واللي هيجيب لايكات اكتر على الكومنت بتاعه هينزل الفيلم اللي اختاره.